ورجعنا مرة تانية مشاهدينا على حاجة احنا لقد هرمنا منها. كلنا عايزين نخس، محدش راضي عن جسمه، وفي منا طبعا يعني بيستخدم طرق غلط او انظمة غذائية غلط. الحقيقة في حقن تخسيس كترت بشكل غير طبيعي، لها مساوئ وليها مميزات. طب وفي انظمة غذائية الكيتو وغير الكيتو؟ احنا بقينا بصراحه في حاجه غريبه جدا، يعني كل واحد ماشي مع نفسه. انا عايزه اقول لك ان انا عندي اصدقاء ما بقوش بيروحوا لدكاتره حتى، وانا شايفه ان دي حاجه خاطئه، يروح يجيب حقنه من نفسه وياخدها لمجرد ان صديقه او صديقته او يعني اتنين صحبات جابوا حقنه، فواحده خست فالتانيه. طب افرض انت مثلا عندك غده، افرض انت عندك مرض، يعني هل ينفع؟ هل يجوز الكلام ده؟ بس مش انا اللي هتكلم عن ده. أنا معايا النهاردة ضيفتي اللي منوراني الدكتورة منى النجار، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة ونحت القوام الغير جراحي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا نوريا، إزيك؟ إيه يا فندم الحوارات اللي عمالة تحصل دي؟ زي ما أنتِ قلتي، والله الموضوع بقى منتشر جدا، وبقى الناس بدأت تدور على الحلول السحرية والسهلة. الناس ما بقتش عايزة تتعب، صح. مش عايزين يغيروا أي حاجة من اللايف ستايل بتاعهم تماما، ولا أي كونسبت عندهم، ولا عادات غذائية. بدأوا يروحوا ويشوفوا أسهل حاجة، حتى لو هي يعني كوستلي شوية، مكلفة، بس هتديهم النتيجة السريعة بدون أي مجهود. وده من أحدث الترندات اللي ماشية دلوقتي على السوشيال ميديا، أو إحنا بنشوفها حتى في العيادات. الناس بتيجي تقولك مش عايزة أتعب، ما تدينيش دايت، أنا مش عايزة أغير حاجة، أنا مبسوطة كده. الاكل بالنسبه لي ده مصدر سعاده، انا واحده مودي بيتظبط بالاكل، فما ينفعش تيجي تقولي لي ممنوع ممنوع ممنوع. اديني كبسوله سحريه، الحقنه السحريه، الحاجه اللي تخلص معايا بسرعه. طب والحل بقى؟ الحل ان مفيش حاجه في الدنيا بنقدر نحصل عليها من غير تمن. في الدنيا انت روحتي للحل السريع فهتدفعي تمنه، واي حاجه سريعه في الدنيا او اي حاجه سهله في الدنيا ليها عيوبها وليها المخاطر بتاعتها. حتى لو ما فيش سايد افكت من الحقنه، لكن هو النزول السريع برضو اكيد له اثر على الشعر وعلى شحابه الوش، يعني شحوب الوش، يعني صح ولا لا؟ شوفي يا نوليا، حتى لو فرضنا ان اي دراجز او اي ادويه عامه ما لهاش سايد افكت او اثار جانبيه، وده مش منطقي. اي حاجه في الدنيا، حتى كبسوله الاسبرين ليها اثار جانبيه على جسمك. لو افترضنا كده على الجانب التغذوي او على الجانب الشخصي ليك، انت ما اتعلمتيش حاجه. انت نزلتي، اوكي نزلنا 10 20 واتيفر اللي انت نزلتيه، بس هبطل الشيء ده هرجع تاني بالظبط، يعني ما اتعلمناش حاجه. فدي من اكتر بقى الحاجات اللي بنشوفها، بنلاقي انا نزلت 10 15 بس رجعتهم هوا. اقول لها طيب انت عرفتي تاكلي ازاي؟ لا انا كنت باخد الحقنه وباخد الدواء وببقى زي الفل. فلو فرضنا ان الدواء ملوش اثار جانبيه، فانت ما اتعلمتيش حاجه، فهترجعي لنفس نقطه البدايه، فكانك يا ابو زيد ما غزيت زي ما بنقول يعني. فحضرتك شايفه ان لازم يبقى عندنا لايف ستايل في التغذيه، يعني ناكل بطريقه صحيه، وحتى لو مش بطريقه صحيه فاحنا ناكل بكميات برافو عليك قليل، ما نحرمش. برافو عليك، صح. صح ولا لا؟ دايما نقول انت لو ليكي شهيه تجاه اكله معينه، ماشي، ما اقولكيش ما تاخدهاش، خديها بس بمقدار قليل، ما تبقاش كل يوم. ممكن تاخديها في الويك اند، ممكن تاخدي حته شوكولاته او حاجه بتظبط المود بعد وجبه رئيسيه. ما فيش حاجه اسمها حرمان، حتى لو الحاجه دي انهيلسي او مش صحيه ما بنحرمهاش، بس بنديها بطريقه مقننه ترضي العميل وترضي الحاله، وفي نفس الوقت اسمه انه عايش حياته بصوره طبيعيه، مش حاسس انه عامل حاجه. احنا معانا صور هنشوفها دلوقتي قبل وبعد. ده كم جاء؟ دي من افضل الحالات، عايزه احكي لكم بس سريعا عنها. الحاله دي نازله رقم كبير جدا، يعني يفوق ال 40 او 50 كيلو. وانا بحب دايما اسال الحالات اللي معايا ايه الحاجه اللي عملت لك تريجر، او ايه الحاجه اللي خليتك تاخد الخطوه دي اصلا. هو شاب في كليه الطب، قال لك تنمر اصحابه في الكليه بيتريقوا عليه وبتاع، فلقيت ان برضو بعض التنمر او الاحداث السلبيه في حياتنا ممكن تبقى توصلك لشيء ايجابي، حاجه ايجابيه، صح جدا. لكن هو صحيا ما كانش حاسس ان في طلوع السلم في النهجان كسول،
كسل، الفاست فود، الجانك فود، الحاجات دي. برضو الحالة دي حالة كانت بترضع وبعد الولادة رفضت شكل جسمها بطريقة صعبة جدا. قعدت نتفاهم سوا ووصلنا للرقم ده مع العلم ان البيبي كان بيرضع طبيعي جدا. بعد الانجاب دايما اشكال جسمنا بتتغير يعني في الغالب يعني. الحالة دي برضو كانت نتيجة تنمر من الوسط اللي حواليها، ودي من افضل الحالات برضو ومن احسن الحالات برضو اللي اتعاملت معاها، وغير ان هي اتغيرت في شكل الجسد بتاعها نفسيا ورؤيتها للحياة بقت منطلقة جدا وبقى ليها فيجن مختلف. برضو دي بنوتة صغنونة بتروح الكلية ومعتمدة على الفاست فود كتير، منزلنا رقم كبير مع بعض برضو، ومع العلم ان هي مريضة غدة. غدة كسلانة بقى. غدة كسلانة وكانت ماشية على العلم. مريض ديبريشن، مريض اكتئاب، بياخد انتي ديبريسنت بكميات كبيرة، وده اكبر تشالنج واكبر تحدي بنلاقيه في المرضى. مريض الاكتئاب اللي بياخد ادوية الاكتئاب. الادوية معظمها بتفتح الشهية. أدوية الاكتئاب بتفتح الشهية. صح. ليه؟ بتلعب على حاجة في المخ؟ على هرمونات السيروتونين أو هرمونات السعادة، فبتزود الشهية عندك، فبتروحي تاكلي بدون توقف، وبيحصل لهم حاجة يجي يقول لك أنا باكل وما عنديش نقطة توقف. يعني بتفضلي تاكلي تاكلي ما فيش إحساسك بالشبع. فده كان تشالنج كبير برضو معانا. أيوه. برضو دي من ضمن الحالات دي مريضة غدة مزمنة. يعني وبرضو البنوتة دي حضرتك طبعا قبل ما بيجيلك بتحللي، او لما بيجيلك تطلبي منه التحاليل. مظبوط. تعرفي مريض غدة، مريض سكر يعني. مظبوط مظبوط. مرضى السكر ليهم تحاليلهم، مرضى الغدة ليهم تحاليلهم، اصحاب الامراض المزمنة ليهم تحاليلهم، الامراض برضو المناعية ليهم تحاليلهم. بس اللي عايزه اقوله ان مفيش حاجه اسمها لا، مفيش حاجه اسمها مستحيل. انا مريض غده، فالغده كسلانه، فحرقي قليل، فانا صح. مش هعرف اخس. مفيش حاجه اللي اسمها شايل المراره برضو حرقه بيبقى اقل. الشعب المصري كله شايل المراره دلوقتي. والله مرارته تفقع. والشعب المصري كله عنده سكر. ايوه صح. فمحدش يجي يجيب الشماعه بتاعته يقول لك انا مريض غده، اصل انا عندي سكر. يا فندم ده العالم كله كده. ما توجدش مبرر لنفسك عشان تفضل تاكل او بالزبط. يبقى جسمك بالظبط بالظبط. طيب يعني انا دلوقتي كل مريض من المرضى دول له نظام غذائي بيختلف عن التاني. مختلف جدا طبعا، لان طبعا حضرتك عارفه ان مريض السكر لما اذا عمل دايت فظيع ممكن برضو غيبوبه السكر. صح. يعني نتعامل معاه ازاي؟ مريض السكر بيبقى نوعين، مريض تايب 1 النوع الاول والنوع الثاني، كل واحد وليه شغل مختلف. النوع الثاني ده الاكثر كومن يعني او اكثر شيوعا عندنا، بيبقى نوعين، نوع معتمد على التابلتس او الحبوب تمام بمختلف اسمائها، ونوع بيقول لك انا ماشي على الانسولين. فهم برضو بنقدر ايه نقسمهم الى نوعين، وكل واحد ليه نظامه وكل واحد ليه الدايت المناسب على حسب الدواء اللي هو بياخده. يعني جرعات الانسولين لازم تتظبط على كميه الاكل اللي هو بياكلها. لاحسن يحصل له غيبوبه، لاحسن يحصل له ارتفاع السكر. ما يعني اصل انت لو ما ظبطتيش الدواء على اساس الاكل وفي الاخر التحاليل بتاعتنا ظبطت، يبقى ملهاش لازمه. صح. ايوه. طب سريعا كده انا عايزه اتكلم عن الحقن اللي انتشر دي يا فندم، انتشار فظيع دلوقتي. ايه رايك في القصه دي؟ الحقن كويسه جدا، يعني اقدر اقول لك بنسبه عاليه جدا هي سيف وامان وكل حاجه، ولكن برضو هي مش لوحدها، هي لازم بتبقى كنايه عن عامل مساعد مع الدايت او مع النظام الغذائي بتاعنا. تمام. الحقن لوحدها مش افكتيف ومش هتوصلي بيها الحاجه. هتنزلك 5 7 8 كيلو بس في الاخر مش هنوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. برضو بنوصل لمرحله انك لازم تمشي على دايت او على نظام غذائي معين، وطبعا شرب ميه كتير، مشي، نفس التعليمات الصحيه اللي احنا عارفينها في اي نظام تغذيه عامه، شرب الميه، الرياضه، ما تبقيش قاعده فترات طويله في البيت، دايما اكلك يبقى من البيت، بلاش الاكل اللي من بره، بلاش تمسكي اي حاجه مغلفه او معلبه فيها اكياس او مواد حافظه، الوان صناعيه، مكسبات طعم ولون وريحه والكلام ده. يعني انت لو نفسك تاكلي حاجه مسكره شويه قومي اعملي حاجه في البيت مسكره افضل كتير. ما انا وقت ما بحب اعمل حاجه مسكره في البيت بعكها خالص واعمل شعريه بالسكر. فانا بتهيألي حته الشوكولاتيه دي تبقى اهون من الرز بلبن والكريم كراميل. ادي حاجات البيت واحنا بنعمل ايه في البيت يعني. صح صح. وخصوصا الشتاء داخل. مظبوط. فالشتاء برضو بتبقي محتاجه حاجات، ما بتخرجيش وبتبقي عايزه حاجه تدفيكي وتروحي للحاجات اللي فيها سكر.
السكر. طيب ما غصب عني يعني اعمل في بدائل كتير دلوقتي صحيه وحاجات جميله في الماركتات، حتى دلوقتي بداوا يبقى عندهم اويرنس شويه ان هم يضيفوا الحاجات اللي فيها الشوفان، بذور الشيا، الكينوا، القطونه، الحاجات دي كلها ما كانتش زمان معروفه. صح، ولا كانت متوفره بالظبط، فبداوا يضيفوها وبداوا يعملوا بيها اصلا كيكات وبسكوتات وحاجات، فبدات برضو الناس تبقى ساتسفايد او مرضيه، انا باكل حاجه فيها سكر بس في نفس الوقت هي بتشبعني وفي نفس الوقت مفيده وفي نفس الوقت بتديني احساس السكر اللي انا عايزاه. دكتوره منى، الكلام في الموضوع ده مش عايزه اقول لك، يعني عايز له حلقات، ممكن نقعد فيه سنين عادي. صح، لو حوار الدايت ده احنا مش هنخلص منه. ميرسي قوي ومتشكره كل معلوماتك الجميله، هتبقي معانا ان شاء الله في حلقات جايه كتير. ميرسي ليكوا كتير. مشاهدينا اوعوا تروحوا في اي حته، لسه صبرنا ونوليا مكمل.